شو عم تعمل حمزة؟ ناقص حبس بنت. تخيلوا أنا اللي ساعد أخته الشاطر. أنا صرت بالمدرسة. مبروك حموزة الحلو. يلا اليوم أخذي حمزة وسدان مشوار، جهزوا حالهم لأنه الجو مطر. عملت لهم مفاجأة، هن مو عرفانين لوين رايحين. شوفوا الجو ولا كأنه الدنيا صيف لساتها. شي تعنا قولكم لوين رايحين نحن؟ شو تتوقعوا؟ أنا أتوقع على حديقة البطاط. حديقة البطاط بهالمطر حمزة؟ لا رايحة بدي أطعمك شغلة تحبها كتير كتير. يلا أمشوا. متحمسين؟ يلا قربنا نوصل. هاي تمام وانتي؟ قربنا نوصل. ايه لهلا ما حذرتوا شو؟ يلا امشوا 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 انتوا قدامي وانا لكم وقفوا. خلاص شطوب من انا بدك هذا مو كاسه. مبسوطين بالمفاجاه؟ صبكة. شكرا. ما تقلي شكرا ماما؟ شكرا. عفوا يا قلبي. يلا شو بدك سدى؟ بدك من هاي كلير ولا بدك من هذا الكاتو؟ ايه شو بدك؟ هلا وصلنا طلبت انا هذا. فرجينا حمزة. شوفوا واو. فرجيني سدى. طلبت هاي. واو شطيب. طلبت شيء. شو؟ بس اخر. صحة وهنا. طيبة سوسو؟ شوفي بقى. ما عجبتني كثير. كريمة؟ يمي. هاي ما عجبتني كثير. أنو؟ هذا عليها بسكويت. بسكويت وهذا فريز بلو بيري وتوت. هلا هيك كانت مفاجأتي لحيدر، قصدي لحمزة وسدان. هلا هي مو مفاجأة مفاجأة، بس لأنه هن ما عندهم مدرسة اليوم، فأنا أخذتهم معي مشوار وطعميتهم الأكلات اللي بيحبوها. يلا أمشي أمشي. جوا تنفسي ضروري. يلا يلا كول. هاي يلا شو صدى طيبة؟ فرجيني اياها. فرجيني. لا لا تنكب لا تنكب. يلا كلي. هذا اوريو. أي أطيب، هاي ولا هديك اللي قبلها؟ هاي أطيب. وهلأ خلصوا أكل وكان لازمني شوية أغراض، نزلتهم معي وتورطت. طبعا اشتروا المحل كله. شو بدك تشتري؟ بدك شوكولا؟ هذا بحبه. يلا هذا ايه هذا بحبه. يلا خدوا. شوفوا هذا مو عادي ماما، اللي يعجبكم خذوا. ماما حبيت كل الاكلات، اعطيني اياهم. لا ما في تشتريهم حمزه، بس خذ لك كم قطعه. بسوسوا اسنانك بعدين تروح على الدكتور يضربك ابره. بدك؟ لا. طيب يلا امشوا امشوا لقدام. وريني شو اشتريت. يام يام انا جوعان. يلا امشوا كمل. فرجيني حمزة. يلا لا اختاروا حمزة. ما يصير كل أقدر وحدي.
قومي اتسطحتي بالارض قومي. يعني تفضل يلا خلص الان أمشو. يعني تفضل استاذ علاء وياي انت تفضل يعني تفضل يعني هسه احنا تفضل بالله عليك يعني في حظر تجوال وتفضل وفي هاي المناطق المعدمه شرق بغداد فضل. يلا يلا قبل ما تشوفها يعني يلا يلا طب 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 ماما تعالي اشتري لي بوت رياضه لانه ما عندي. بدك بوت شو حمزه؟ رياضه. تكرم عينك مشان المدرسة؟ ايه لأنه إذا ما كنتوا تعرفوا أنا بالمدرسة. حمزة صار صف أول الشاطر. بدياك تكون شاطر بالمدرسة ايه؟ مشان أوكي. اشتري لك كل شيء أشطر واحد. اوكي. بطل. حمزة شو عم تفرجوا؟ يا الله هاي الفكرة شو حلوة عاملينها هون، يعني الأولاد تتفرج على أفلام الكرتون لبين ما الأمهات والأهالي يعني يروحوا يدوروا على أحذية مناسبة لأولادهم. عجبك الأفلام الكرتون؟ إيه. ليك هذا البوت حمزة. كتير حلو نقيت لك يا شوفو يا عجبك ولا لا؟ أوكي. يلا افتحه فرجينا يا. لا افتحه افتحه. بدي افتح الكيس. هلا فتحت الكيس. لازم يكون ارضيته بيضة. حسنا لازم تكون بيضة. بركي جاء ياس رجلك. انت صاير زلمة كبير. شو مناسب يا حمزة؟ عم تجعك رجلك؟ لا. بيرفكت؟ ايه. نشتري يعني؟ ايه. طيب تكرم عينك. مرتاح فيه؟ ايه مرتاح كتير. قديش تقيمه طيب؟ 10 من 10. طيب مبروك حموزة. بس هلأ أنت بدك تحاسب تمام؟ تمام. هلأ خلصنا المشوار، بدأ حمزة يروح يحاسب بعدين نروح على البيت. لا تنسوا تحطوا لايك وش السبسكرايب، اشتركوا بالقناة مشان نعمل فيديو جديد. الفيديو الجديد رح يكون استفزاز بحيدر. باي.